إذا طلعت هذه العملة مثلا لـ50 دولار، راه راس المال ديالك كيتضرب في 5، كان عندك 1000 دولار غتولي 5000 دولار. الإخوان عندكم واش هاد اللحظة هادي فاش كنصور لكم هاد الفيديو كاين صناديق استثمارية آسيوية غادي يدخلوا سوق العملات الرقمية وغادي يحطوا فلوس صحيحة في هاد المجال ديال العملات الرقمية، وهذا غيؤدي إلى صعود الأسعار بشكل رائع إن شاء الله، وبهذا غنحقوا أرباح ليا كبيرة جدا. اليوم غنوريك الأساسيات ديال مجال العملات الرقمية كيفاش تقدر تبدأ خصوصا المبتدئين، ما تحتاج لا خبرة لا تحليل فني لا خلفية سابقة في التداول، ما تحتاج حتى شي حاجة لأننا كنخدمو الاستثمار. وغادي نوريكم كيفاش تستثمر فلوسكم، كان عندك 1000 دولار تقدر ترجعها 5000 دولار، كان عندك 100 دولار غترجعها 700 ولا 800 دولار إن شاء الله في مدة متوسطة، ما نقولش لكم مدة قليلة، مدة متوسطة لأنه استثمار، ومن الأفضل أنه يكون عندك رأس المال كتير باش تقدر تربح أرباح اللي هي كبيرة. كانت عندك 1000 دولار كنتي حاطها في البنكة، فراح تعاني غير من التضخم، الفلوس اللي كنتي حاط في البنكة القيمة ديالهم كانت، والمستفيد الوحيد من هذا الشيء هو البنكة، كتمشي تسلفهم لعباد الله، كتشد فلوسك انت كتمشي تسلفهم لعباد الله وكتربح واحد النسبة ديال الربح اللي هي رائعة جدا، وانت ما كتربح معاها والو. كدوز 5 سنين كتاخد 500 درهم كديها للحانوت ما كتجيب لك حتى شي حاجة، في شحال هذا 100 درهم كنا كتجيوها للحانوت كتعمر لك القفة كتشري بها أي حاجة، ضعنة الحليب الخبز البيض أي حاجة بغيتي، دابا 100 درهم كديها للحانوت ما تجيب لك والو. الإخوان هذا ما يسمى بالتضخم. باش نحلو هذا المشكل ديال التضخم كنلتجئو للعملات الرقمية كنستثمرو فيهم فلوسنا، لأن العملات الرقمية كيطلعو عكس العملات العادية، لا حتى فيهم فلوسك في البنكة مثلا فراه الفلوس كينقصو. قبل ما نبداو هادشي هذا غادي نشوفو منصة ديال كريبتونومي، كيما شتو معايا الإخوان هاد المنصة هادي غتلقاو اللينك ديالها أسفل الفيديو، الواجهة ديالها رائعة، حاليا عندي 5000 دولار في المنصة، أنا نوريكم كيفاش كتخدم الفوائد ديولها. هاد المنصة هادي خاصة بالاستثمار بالنسبة للناس اللي بغاو يستثمروا فلوسهم ولا يديروا عملية ديال ستيكينغ، يحطوهم في واحد العملة مقابل يربحوا واحد النسبة من هاد العملة هادي. المهم بالنسبة للاستثمار في هاد العملة هادي في هاد المنصة هادي الإخوان، في أقل حاجة 6 شهور 9 شهور عام باش تقدر تاخد واحد النسب اللي هي رائعة ديال الربح. المهم تقدر تستثمر بأي عملة رقمية عندك، البيتكوين الإيثيريوم الإيثيريوم كلاسيك البي إن بي أي عملة. أنا حاليا عندي اليو إس دي تي، هاي عندي دابا 2400 كاش، والآخرين راه مستثمرهم من أصل هاد المبلغ هذا. غادي نمشيو مباشرة للانترستد أكونت باش نوريكم كيفاش تستثمروا كيفاش تدخلوا واحد الربح مناسب من هاد المنصة. عندك البيتكوين تقدر تربح فيه 24%، إيثيريوم 25%، والنسب ديال الربح كيختلفوا من عملة لعملة، هذا الفليكسيبل متغير، وكاين الأرباح الفيكس اللي ما كيتغيروش اللي هما هادو كيما شتو معايا كيوصلوا حتى 150% من النسبة ديال الربح. مثلا هنا غادي نختاروا على سبيل المثال اليو اس دي تي كيما شتو معايا، غادي نديرو ديبوزيت، النسبة ديال الربح هي 120%، نديرو ديبوزيت مثلا 1000 دولار على سبيل المثال. كيما شتو معايا هنايا عندك اقل حاجة تقدر تستثمر فيها هي شهر، مثلا هنا حطيت 1000 دولار لمدة ديال شهر غنربح النسبة ديال 1.34% اللي هي تقريبا 15% النسبة ديال الربح في 6 شهور، وعندك عام نسبة ديال 60%. انا مثلا غنديرو عام على هذا الشكل، هذا نديرو كونتينيو، عام غادي نربح فيه 596 دولار الى ستيكيت هاد 1000 دولار هادي وبقات هنايا المنصة وبقات في هاد العملة هادي. انا نديرو هنايا الموافقة على جميع الشروط وغادي نديرو كريت على هذا الشكل هذا. الان ها حنا استثمرنا مباشرة في هذه المنصة وستكينا فلوسنا، المنصة راه موثوقة وامنة، غتلقاو لينك ديالها اسفل الفيديو. كاين هنا ايضا لانش بول، عندك الاكسشانج تقدر تشونجي بين عملة وعملة كيما بغيتي كيما شتو معايا على هذا الشكل هذا، مثلا من البيتكوين اللي هو اس دي تي او العكس. رابط المنصة غتلقاو اسفل الفيديو، دخلوا تسجلوا فيها ديروا حساب وتقدروا تستثمروا فيها اي مبلغ بغيتو، 100 دولار 200 ما كيهمش الاخوان، الواجهه ديالها راه امينه وبزاف ديال الناس هضروا عليها مؤخرا، ويلا نكملوا الفيديو ديالنا على بركه الله. المهم دابا غادي نتعلموا الاساسيات ديال تداول العملات الرقميه ولا الاستثمار في سوق العملات الرقميه. المهم الاخوان افضل منصه خاصه باستثمار العملات الرقميه واول منصه في العالم هي منصه بينونس اللي هي هذه اللي كنشوفوا قدامكم، هذه احسن منصه تقدروا تستثمروا فيها فلوسكم بكل امان بطبيعه الحال، لان المنصة لقاو اسفل الفيديو لانها هي اهم حاجة انت كمبتدئ. اول حاجة غادي خصك ديرها صوب حساب في المنصة ديال بينونس ودير فيه الفيريفيكاسيون كيما شتو معايا، عندنا عندي فيريفيد يعني
الاكون ديالي مفيريفي بلا كارت ولا الباسبور ولا اي حاجه عندك تقدر تفيريفي بها الاكون. ملي كان الزلزال في المغرب المنصه ديال بينونس الاخوان تبرعات على الناس اللي تضرروا بالزلزال واحد النسب كبيره، ما عقلش شحال ديال المليون ديال الدولار باش تبرعات، جات في قريبا لكل واحد 100 دولار. المهم انا شخصيا استفدت، الا كنتي في منطقه الزلزال وعندك الفيريفيكاسيون ديال الادريس في بينونس ديك الساعه كتربح 100 دولار. المهم باش ما يصبوش عليكم الاخوان فلوسكم ما تبعو حتى شي واحد، خاصك دير البحث الخاص ديالك. ما عمرك تبع شي واحد يقول لك شري شي عمله ولا شي حاجه. كنتي باغي تستثمر في السوق ديال الكريبتو، اول حاجه غادي دير ملي غتسمع على شي عمله غتمشي للماركت كاب وتقلب ليها هنايا، هنا غتقرا على البروجي ديالها وغتشوف تويتر ديالهم وغتشوف السيت ديالهم وغتشوف بزاف الامور باش ما يضحكوش عليكم الاخوان يصوبوا عمله تديو لهم ويقول لكم شريوهم وتمشيو تشريوهم ويصرفوا عليكم. راه اغبى حاجه الاخوان تقدروا ديروها هي هادشي، هذا استثمروا في شي عمله يطمعوكم الاخوان بهذا المعنى هذا الاخوان، لان اكثر سلاح كيخدموا عليه الناس هادو النصابه هو الطمع، يستغلوا الطمع ديال الناس والناس بغاو يغيروا حياتهم ويدخلوا فلوس وداك الشيء. لذلك قبل ما تستثمر في اي عمله غتقلب عليها في الكوين ماركت كاب شوف الترتيب ديال، ان اغلب العملات الموثوقه كيكونوا في بينونس، الا ما لقيتيهاش في بينونس فما خاصكش تثق فيها كاع الاخوان. الا كان عندك فعلا فلوس صحاح وبغيتي تستثمر ما خاصكش تستثمر في شي عمله اللي ما كاينه في بينونس، لان بينونس كتقوم بهذه العمليه ديال البحث كتقلب بلاص ما تقلب انت كتقلب هي على البروجي ديال العمله وشنو كدير عاد كتحطها في بينونس. المهم كاين ايضا المنصه ديال ميكسي غادي نحتاجوها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، تلقاو لي ديالها اسفل الفيديو، دير فيها ايضا اكونت حيت غادي خصك اقل حاجه تكون عندك جوج منصات ولا ثلاثه ولا اربعه ديال المنصات، لان كاين بعض العملات ما كيكونوش في كاع المنصات. المهم البيتكوين دابا راه هو الذهب الرقمي ديال العملات الرقميه، لان غنلقاو دابا كما شفتوا معايا هو اول عمله حاليا كاينه في الكوين ماركت كاب وافضل عمله كاينه في العالم هي البيتكوين واشهر عمله. السعر ديالو حاليا 63,000 دولار. تابعوا الايثيريوم هو رقم جوج، اليو اس دي تي هاد العمله هادي الاخوان ما كنحسبوهاش لان عمله كنشريو بها العملات الرقميه الاخرى ولا الدولار الرقمي، هادي عباره عن الدولار الرقمي. عندك البي ان بي هاد العمله ديال بينونس، عندك سولانا العمله مشهوره بزاف ومعروفه بلا ما ندويو عليها بزاف لانها معروفه الاخوان، هادو من اقوى العملات اللي تقدر تستثمر فيهم. اليوم في هذا الفيديو غنعطيكم جوج عملات من اقوى العملات اللي مستثمر فيهم انا شخصيا، وفي الفيديوهات الجايه غنبارطاجي معكم الباليت ديالي وغنوريكم العملات اللي انا استثمرت فيهم وشحال حطيت فيهم وشحال ربحت منهم وكل شيء ان شاء الله غتشوفوه في الفيديو الجاي. ايضا الناس اللي بغاو يشريو دابا مثلا على سبيل المثال انت عندك 5,000 دولار ولا عندك 4,000 دولار بغيتي تستثمرها شنو خاصك دير؟ احسن حاجه غادي دير هي تحطها في البيتكوين، لان البيتكوين الاخوان هو افضل عمله تقدر تحط فيها فلوسك وامن عمله الا عندك راس المال كبير. هادشي اللي عندك فوق 2,000 دولار ولا 3,000 دولار، فوق 3,000 دولار بيتكوين عندك قل من هاد الشيء مثلا 200 دولار 300، فافضل عمله كنصحك بها اللي تقدر تدخل لها هي طون. العمله ديال طون باش نهضروا عليها باختصار هي العمله ديال تيليجرام، لابليكاسيون ديال تيليجرام. صوبوا هاد العمله ديال طون عندها بزاف الاستعمالات. اول حاجه الناس اللي عندهم تيليجرام عندهم قنوات مشهوره في تيليجرام غادي يستافدوا من البلان ديال المونيتيزيشن بحال يوتيوب وفيسبوك، يعني غيبقاو يخلصوهم بالعمله ديال طون. ايضا تيليجرام غادي تصاوب واحد الواليت غادي تقدر تصيفط في الفلوس لاصحابك، تصيفط ليا نصيفط ليك تصيفط لاي واحد في الواليت ديال تيليجرام اللي غتكون في داخل لابليكاسيون وغتصيفط في البلوكشين ديال طون. لذلك هاد العمله هادي مزيانه والسعر ديالها دابا حاليا داير 5.5 دولار. العمله الثانيه اللي كنصحكم بها لاحظوا معايا الترتيب ديالها تسعود، مثلا ديك العمله اللي نصبوا عليكم فيها اللي بزاف ديال الناس نصبوا عليها فيها، سير قلب عليها هنا في الكوين ماركت كاب غتلقى الترتيب ديالها 5000 ولا 4000 ولا شي ولا كاع ما كاين اصلا في الكوين ماركت كاب. تلقى بنادم ما عارفش ما كيخدمش عقله عنده 2000 دولار 3000 وكيمشي يحطها في دوك العملات. انا العمله الاخوان اللي ما كايناش في توب 100 راه ما نفوتش فيها 100 دولار ولا 200 دولار ما تفوتهاش في هذه العمله، يعني بحال كتقمر عليها وصافي. اما العملات الصحاح اللي غتحط فيهم فلوس صح هما هادو اللي كنوريك دابا، غتحط في طون، غتستثمر ايضا في الابتوس. ها هي الابتوس الترتيب ديالها تقريبا 26، الابتوس ديالها دابا 9.18 دولار، واش ماشي سعر مزيان هذا الاخوان؟ العمله كنديرها شحال هذا؟ كنديرها 100 دولار. انا شخصيا مستثمر في هاد الابتوس هادي ومستثمر فيها نسبه كبيره ديال الفلوس الاخوان، لان عمله فعلا تستحق عندها مشروع قوي. اذا طلعت هاد العمله مثلا ل 50 دولار راه راس المال ديالك كيتضرب في 5، كان عندك 1,000 دولار غتولي 5,000 دولار الاخوان.
المهم عملات جديدة غادي نخليهم حتى الفيديو الجاي ونوريهم لكم. هادو مزيانين، الطون والابطوس افضل عملات تقدر تستثمر فيهم حاليا. كنت كتفرج فيها وبغيتي تستثمر في هاد العملات، لكن ما دابا كيفاش؟ واخا شرحت لك هادشي، عندك المنصة ديال بينونس، المنصة ديال بينونس فيريفي عندك كلشي. شنو غدير؟ غادي يخصك اليو اس دي تي. كيفاش غتحصل على هاد اليو اس دي تي؟ غتمشي هنايا للتريد، غتمشي للبي تو بي، سير اليوتيوب كتب بي تو بي بينونس شرح بي تو بي، غيخرج لك شرح. غادي تصيفط للناس هنايا مغاربة، غتصيفط ليهم مثلا 3000 درهم، غيحولوها لك اليو اس دي تي، وغتستافد من اليو اس دي تي. ساهلة بزاف الاخوان، ما تستحق كاع هادشي هذا. في الفيديو الجاي نقدر نشرح لكم البي تو بي الا بغيتو. من بعد ما يكون عندك اليو اس دي تي شنو غدير؟ بينونس غتشارجيها في بلاي ستور ولا غتخدم بها في بي سي، ما كيهمش، راه ليا اسفل الفيديو. الا بغيتي تنضم للكوميونيتي ديالنا غدير رابط الاحاله اللي كاين اسفل الفيديو، بنشوفوا شحال الناس داخلين معنا وشحال مستثمرين، ونشوفوا شحال بالنسبه ديال الاستثمار اللي كاينه في الكوميونيتي ديالنا شخصيا اللي متابعين هذه القناه هذه. غتمشي هنايا للتريد، غادي تمشي هنايا للسبوت، اننا كنستثمروا في السبوت. هذه هي الطريقه باش غتشري. القناه الثانيه غتلقاوها اسفل الفيديو، راه كنديروا فيها لايفات بشكل يومي بخصوص الكريبتو. شحال هذا الناس اللي ما عارفينش، راه ليا اسفل الفيديو. ايضا الاخوان الكريبتو، راه اول حاجه كنا كنديروها في القناه ديال الكريبتو من سنه 2021، كنا كندير لكم فيديوهات خاصه بمجال الكريبتو وكنشرحوا هادشي كامل. انا مشينا للسبوت، طلعت لنا البيتكوين هي اول وحده. متى هنا قلت لك الابتوس، غتمشي هنايا الاخوان على الشكل هذا، غتمشي هنايا الابتوس على هذا الشكل هذا. مثلا هنايا غادي تلقى الابتوس دايره 9.19 دولار، تختار على هذا الشكل ابتوس سلاش يو اس دي تي. بعد ما تختار الابتوس كيمشوا معايا على هذا الشكل هذا باش تشريها. هنا غادي يطلع لك الثمن ديالها، غيطلع لك الماركت كاب، غيطلعوا لك جميع المعلومات على العمله. اضغط شويه للاسفل غتلقى هنايا باي او سيل، عندك هنايا تشري بالسعر ديال الماركت. عندي مثلا انا 300 دولار كاش، غنكتب هنا 300 دولار غادي ندير تقريبا 32 حبه ديال الابتوس. هنا الا بغيتي تبيع كيمشوا معايا الاخوان، الا بغيتي تبيع كدير سيل الكميه اللي عندك ديال الابتوس. يعني هادشي ساهل بزاف الاخوان وما كيستحقش هادشي هذا، كيمشوا معايا يعني ساهله بزاف. مثلا قلت لك عمله اخرى مثلا طون، طون دابا ما كايناش في هنايا، مثلا نديرو شي عمله اخرى مثلا البي ان بي على سبيل المثال. البي ان بي بليو اس دي تي ها هو دي 600 دولار، غتختارها بحال هكا وغادي تشريها مباشره. نقدر تجي لها هاد النجمه باش تولي من المفضلات عندك. كيما شو معايا ايضا نفس الطريقه، غادي دير هنا باي وغادي تشريها. هادي هي الطريقه باش غتشري العملات الرقميه. المهم كنتمنى اننا نكونوا تطرقنا لجميع الامور اللي كنا غنطرقوا لهم في هذا الفيديو هذا. جميع الرغبة غتلقاوهم اسفل الفيديو. المنصه ديال كريبتو نومي غتلقاوها اسفل الفيديو، والرابط ديال بينونس وديال ميكسي وديال جميع المنصات اللي غنخدموا بهم غتلقاوهم اسفل الفيديو. لايك لهذا الفيديو هذا واشتراك للقناه، ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي اللي غيكون الحلقه الثانيه من السلسله، غنطرقوا في بزاف المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على هذا المجال.